النهارده هنتكلم عن ايه؟ ازاي نرجع الكلى لوظيفتها؟ ازاي نرجع نسيج الكلى تاني يشتغل ككلى؟ صح؟ بعض الناس الله يسامحهم قالوا ان الكلى لما بتشتغل او لما بتقف ما بترجعش لطبيعتها تاني، وانا اقول له لا بترجع، يقول له ما بترجعش، لا بترجع، ما بترجعش، لا هترجع المره دي. مساله ان الكلى ترجع ولا ما ترجعش دي تبعا ليقين صاحبها. طب ازاي؟ دلوقتي الكلى دي بتشتغل لوحدها؟ لا، الكلى دي بيشغلها قلب، والكلى دي بيشغلها كبد، والكلى دي بتتعرض للمواد السامه اللي نازله من المخ، سواء مواد بقى متفائله اكتر من 3000 مواد تعيد بناء الكلى نتيجه التفاؤل، ولا مواد متشائمه بتكسر في الدنيا وتعمل جلطات وتسد الاوعيه. انما احنا ما بنقولش للناس كده، ولا عندنا البشر بشر، احنا عندنا البني ادم عنده فشل كلوي يزرع يغسل يموت. طب ما نتفاهم. لا، ما فيش تفاهم. طب انا دلوقتي عايز ارجع كلى سليمه، يبقى لازم عشان ارجع كلى سليمه لازم اخد مدرات البول. خدنا مدرات البول اللي هي اعشاب الصيدليه الدمسيسه وبذر خلا حلفه بر، وخدنا الصمغ العربي ولبان الذكر، وخدنا مغل الشعير، وخدنا مغل الشعير بقشر، وخدنا مغل البقدونس الاخضر. ها، ولازم نوقف سحب الميه على، اذا كنت عاوز ترجع بول يبقى لازم توقف سحب الميه على الغسيل او تقلله. لكن انت بتسحب لي 3 4 كيلو ميه على الغسيل وعاوز البول يرجع، اجيب بول منين؟ إيه؟ انا عندي 3 4 كيلو زياده، اشيل كيلو واسيب 2 كيلو للعرق للنفس. ما النفس ده بياخد لي كيلو ميه، يعني النفس بياخد كيلو ميه والعرق بياخد له كيلو 2 كيلو، يبقى كل ما يبقى عندي 2 3 كيلو زياده تاخدهم انشف انا، وبقى العرق يموت، ولو العرق مات جهاز المناعه مات، مش الكلى، جهاز المناعه. فمهم جدا ان انا عايز ارجع نسيج الكلى طبيعي. طب نسيج الكلى يرجع طبيعي ازاي؟ ما هو انت لو جددت نسيج الكلى عن طريق غذاء الملكات والصمغ العربي والسينمارين والبادرات النباتيه واعشاب الكلى والطحالب الخضراء، ما هترجع كلى سليمه تاني. بتكبر الكلى 1 سنتي كل شهر، يعني لو الكلى 5 سنتي يبقى الشهر اللي بعده 6 سنتي، الشهر اللي بعده 7 سنتي، الشهر اللي بعده 8 سنتي، وهكذا لغايه ما توصل الحجم بتاعها من 10 ل 12 سنتي. طبعا نجحنا مع الاف الحالات، والا ما كانتش الناس جت لنا من كل بلاد العالم. طيب انت دلوقتي رجعت الكلى لوظيفتها، يا ترى الكلى دي الوظيفه الاساسيه بتاعتها كان اسمها ايه؟ كان اسمها البفرنج افكت. يعني ايه بفرنج افكت؟ يعني الكلى وظيفتها تخلي الايونات متنافره. يعني ايه ايونات متنافره؟ يعني كالسيوم متنافر ايونز، بوتاسيوم ايونز، ها، صوديوم ايونز، كلها ايونات. طب ليه بتقول ايونات؟ عشان تقدر صوره زائبه متنافره فتنزل ميه. طب لو الصوره الايونيه دي ضاعت، الايونات تتجوز، لما الايونات تتجوز تعمل مركبات، تعمل حصى، تعمل حصى، تعمل يوريتس فوسفيتس اوكزاليتس، تتجمع على بعض. فلو عملت حصى تسد الكلى وتسد الحالب وتسد الدنيا كلها. اذا انت محتاج ترجع البفرنج افكت. طب هترجع البفرنج افكت ازاي؟ ترجع وظيفه الكلى ازاي؟ بص بقى، العرق يزود البفرنج افكت، الاسبرين ساليسيليك اسيد بيرجع البفرنج افكت. طبعا المواد اللي بتجدد الانسجه بترجع البفرنج افكت. اهم حاجه عندي ان انا يبقى عندي عرق، يبقى العرق مع الحركه مع المشي. افرض هو مريض ما بيقدرش يتحرك، يبقى لازم ندلكه ساعه الصبح وساعه بالليل عشان تحريك الدوره الدمويه، ووجود عرق ده يتتبع معاه وجود بول. الله، يعني العرق والبول مع بعض. عشان كده في بعض المرضى يقول لك ايه؟ انا ما بعرقش وما بتبولش. ما بتعرقش وما بتتبولش، امال المواد الاخراجيه نطلعها ازاي؟ مواد السم نطلعها ازاي؟ ده العرق ده زي البول بيطلع الادويه الزايده، وبيطلع السبايسز اللي هي بيقول عليها الشطه وفلفل اسود. اي واحد بياكل سمك ولا بياكل اي سبايسز ولا اي توابل بتطلع مع العرق والنفس، دي كلها مواد اخراجيه. يعني اذا انا النفس ده ساعات النفس بيطلع بولينا، يعني ساعات البولينا بتطلع مع النفس، ساعات بتطلع مع العرق. ها، واحد يقول لك انا ما بعرقش. طب لما انت ما بتعرقش بتغير هدومك ليه؟ يعني لو في بني ادم ما بيعرقش بيغير هدومه ليه؟ يبقى كلنا بنعرق، لكن العبره بكميه العرق. يبقى كلما كانت كميه العرق اكثر كلما كانت مناعتك افضل. عشان كده لو انا قعدت في تكييف نص ساعه ولا ساعه ما استحلاش الموضوع، ببقى قاعد في تكييف ونايم في تكييف كده، جهاز العرق وقف، يبقى المناعه ضاعت. ان شاء الله نكمل في حلقه قادمه باذن الله.